منذ يومين، اليوم الثالث، أن لجنة الخبراء في اجتماع، وإحنا كذلك بعثنا خبيرين لهذه اللجنة هذه الآن في اجتماع، وما زالوا لحد الساعة الآن هما في اجتماع يتحدثوا على كل الميكانيزمات وكل الأشكال المطروحة لتوازن السوق. إحنا نبحث على توازن السوق. راكم شفتوا فيروس كورونا في الصين ماذا أحدث في السوق البترولية، لأن أكثر من ممكن من 250 ألف برميل نقص في الطلب، هذا اللي خلى أن التوازن شوية ما كانش منضبط في السوق البترولية. فإحنا نبحثوا في الخبراء الآن، كل بصفتنا إحنا نترأس كذلك مجلس الأوباب، فقمنا باتصالات كثيرة مع الوزراء الأوباب وكذلك لكي نسقوا هذه العملية مع بعض. الحمد لله لجنة الخبراء الآن في اجتماع راح تعطينا كل الفرص لزوبسيون لكيسوف خانو، يعني كل الفرص الموجودة لكي ندعم هذا السوق. وإن شاء الله راح تكون دراسة في هذه الأيام القليلة القادمة مع الوزراء الأوبك والأوبك، وإن شاء الله نأخذ التدابير اللازمة لتوازن السوق.